المشكل اللي عندي اخويا، انا مواطن كنت خدام في شركه ديال النظافه، كنخدم بالليل بالنهار بالشتا في البرد في العذاب. راه الناس المواطنين راه عارفين شركه ديال النظافه بلا ما نسمي لكم السميه ديالها. المهم غادي خدام بخير على خير، كنت قاتل على وليداتي، قدر الله ما شاء فعل مرت لواحد المرضى، قالوا لي خاصك دير عمليه ديال القلب مفتوح، يعني الدم ما بقاش كيدخل للقلب، خاصك دير عمليه ايرجو. مشيت سيدي درت عمليه ايرجو، امور العمليه نجحت، عمليه قلب مفتوح راه عارفين الناس، يعني راه كيجيبوك القلب ديالك كيحطوه في قرعه وكيعاودوا يصاوبوا الصمامات وكيردوا القلب وكيعاودوا يجمعوك كيديروا الكرافوز. هاد العمليه ديال القلب مفتوح راه كاع الناس عارفينها. المهم كنت غادي بخير على خير، يعني العمليه نجحت اللهم لك الحمد، ولكن بقيت غادي في الاجراءات ديال 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 البروفيسور كيعطيني شواهد طبيه، شواهد طبيه كل شهاده فيها 90 يوم، يعني الشواهد الطبيه المجموعين كلهم هو 360 يوم، زائد البروفيسور محلف من طرف الدوله شافني وشاف الرابور وشاف الشواهد الطبيه ديال العام وشاف الفتحه ودار لي التلفازه، عطاني نسبه العجز ديالي 85%. دابا الناس بغاو يطلمسوني وبغاو يديو لي، ما بغاو شي خد خد ما بغاوش يخدموني. كافور بالنسبه دابا انت ملي درتي هاد العمليه طوق واحد الشيء تقلب فيه شحال بركتي تقريبا؟ بركت عام، عام انا بارك دابا، عام دابا، دابا حاليا عام ونص، يعني من شهر 7 لدابا ما كاين لا تغطيه لا خلاص لا والو. واحد ما كيخدم عليا راك تراك عارف، يعني بنادم عنده وليدات راه كيخدم على راسه، وانا كنخدم بخير وعلى خير بالشتا في البرد في العذاب في الشركه، راه الناس عارفيني. اذا هاد العام اللي بركتي فيه عانيتي انت والولاد؟ وضروري راك عارف اخويا، يعني بنادم داير عمليه ديال القلب مفتوح وكياخذ تريتمون ديال سونتروم وكيدير تحاليل كل 15 يوم كل 10 ايام، ومني غيجيب هادشي وكيفاش غيعيش وليداته وكاري وكيفاش غادي يدير، كيفاش غيدير حتى يعيش. كيجبدو كيحطو كيصوبو تيقادوك الصمام وعادو كيردو وعادو كيجمعو كيديرو كرافوز، هادي راه معروف. عمليه النجاح ديالك تكون شويه طالعه ولا قليله؟ على حسب، يعني شوف الله سبحانه وتعالى اللي يطول لك الله العمر، هذا هو اللي كاين فهمت. عمليه قلب مفتوح الناس راه عارفين، راه العذاب ادوس العذاب انا تقريبا عام ونص، يعني قبل ما ندير العمليه كنت معذب، يعني باش عرفت راسي راني مريض، ومن ورا درت العمليه عاد خصني نرتاح، عام زدت تعذبت بالنسبه للاعصاب، يعني كنت مشي عندهم بغا نخدم ماني ما طالت شي حاجه. زعما رغم هاد العمليه وتمر وباغي نخدم على قبل وليداتي يا صاحبي، على قبل وليداتي وعلى قبل راسي انا، يعني دابا انا ولا سالك الدواء على غفله باش غتاخذو. ما كاينش اللي غيخلص لك راه، ما كاينش اللي غيسيرك على وليداتك، ما كاينش اللي غادي ياخذ لك الدواء، ما كاينش اللي غادي يدير لك التحاليل انك تعرف في الصمام واش خدام ولا ما خداماش. كندير التحاليل باش نعرف الصمام واش باقي خدام ولا ما خدامش. من 10 ايام 10 ايام على حسب الطبيب، طالعين كيزيدك 10 ايام نازلين، يعني على حسب هو، الا كانوا مزيانين كيطول لك، ما كانوش مزيانين كيقرب لك باش يعرف الصمام واش بقى غادي خدام مزيان ولا لا، فهمت؟ اذا كانت الصمام كيدير لك عمليه اخرى ولا اي؟ الا سكتت الصمام ما كتعاود دير عمليه اخرى. هذيك بحال واحد النهار تقريبا من يلا ضربت تقريبا شي 8 شهور، ضربت تقريبا شي 8 شهور، يعني قربت الصمام تسد ليا باش بالعصاب، وما كناخذش الدواء ديالي واحد 3 ايام، يعني هبطت لي التحاليل البطوليه وكنت غنمشي نعاود ندير عمليه اخرى. العصاب تا هو كيأثر عليك، تا هو كيأثر اصاحبي، وانت كتفكر بانك انت ما عندكش اللي يصيرك على وليداتك، وكنتي خدام وكنتي بصحتك وكل شيء، تا وليتي يعني قدر الله ما شاء فعل فهمت. وانا ما طالب حتى شي حاجه، طالب انني نخدم، وطالب شي محسن اللي كيفهم في القانون انه ياخذ لي حقي، لان اي واحد كنهضر معاه في هذا الشيء كيبغي ما تحمل كيبغي يعطيني راس الخاين. هذا هو علاش اتجهت لهذا الموضوع هذا. والرسالة هو أن شي واحد اللي وقف معايا، شي مسؤول اللي وقف معايا، ولا شي محسن وقف معايا في هاد الوريقات،
ولكن طالب انا في الشركه بغيت نخدم. دابا من شهر 7 لدابا كيقول لك حنا كنقلبوا على هذا البوست، هذا البوست هذا كي ما فهمتوش انا كيفاش هذا البوست من شهر 7، يعني 4 شهور ما كيقلبوا على هذا البوست، ما كاينش الدار البيضاء كله، وانا ما طالبت شي حاجه، يعني باغي نخدم. والطبيب ديال الشركه قال لهم بان راه اللي قاد يخدم شوفوا لي شي بوست على قد الصحه ديالو، هذا هو اللي طالب. بالنسبه دابا البوست كما قلت انا قوه الصحه ديالك تقدر تخرج ثاني وتشطاب وتقد الا بغى الا حكمت عليا الظروف ما عندي ما ندير. صبر ما عندي ما ندير.